السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. الراقصة مايا كتخرج على الصمت ديالها بخصوص المؤثرة المغربية إيمان كوين اللي نزلت البارح فيديو على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، واللي كانت كتبكي فيه بحرقة وقالت باللي هي خرجت من دارها واللي سمحت في وليداتها وبزاف ديال الناس اللي بقات فيهم وتضامنوا معاها، وكذلك كانت واحد الفئة اللي هاجمتها وكيقولوا لي انت كتعطي النصائح للناس، انت خاصك اللي يعطيك النصائح. فغادي نخليكم اخوتي مع الفيديو. الوغ المتابعات الزوينات، شفت بحالكم لي ستوريز اللي صيفطوا ليا ديال ايمان، السيده اللي عندها مشكل مع عائلت راجلها وغتطلق، وواحد لا سيتواسيون دي ستوريز اللي كتحسي بان كاين الالم وكاين الصدمه وكاين اون سيتواسيون اللي ما زويناش. ولكن انا اللي زاد سطاني هو الا انت عندك العدوزه وعندك لابيل فامي وكديري داك لو كونتوني، المحتوى اللي كتشاركي مع الناس ديال وحده اللي ما عندهاش لابيل فامي، ديال وحده اللي عنده سميته وشي خميت ولا راجلها مقطوع من شجره ولكن راه ما كاينش شي عدوزه مغربيه تكوني كتهضري في داك لو كونتوني وغدوزها لك. دونك عاد فهمت ان كاينه حرب قديمه، ويلا الراجل ماشي في يدك عمرك ما غتربحي الحرب مع لابيل فامي، يطوال الزمان ولا يقصار عمرك لا تهنيتي في زواجك وعمرك لا ارتاحيتي في داك لو مارياج. السيده كتقول فايت لوس هذا فلاه على وجهها، اها وراجلك اش دار؟ بقاو بخير وانت زدتي كملتي معاهم. وبدا مامو سمحوا ليا ولكن خاصنا نتحملوا المسؤوليه ديال دي فوا كنكونوا حنا توكسيك. تخيلي ان لوسك يدفل عليك، راجلك ما دارش واحد الحل جذري، كنمشي في حالي حيت كتبقى واحد الحاجه اللي معروفه ولوجيك ان ربي قال لك ما ترموش من نفسكم للتهلوكه. ملي كتبقاي في اماغياج اللي ما فيهش الاحترام دون طول ليسونس راه كتهلكي في راسك. واحد النقطه اخرى، ملي كتكوني مكسبوزي ولادك في السوشيال ميديا، لي زونفون كيشوفوهم الناس كيعرفوهم اكوا يغوسومبل، عارفينهم في ليكول انت ماماهم داكوغ تو تي اكسبوزي، ما غيمكنش لك تفرشي فيلم ديال مشاكل لابيل فامي حيت كيبقاو العائله ديال الاولاد والناس كيعرفوهم وكيعرفوك ماماهم، الناس كيشوفوهم في السوشيال ميديا. اش كنقول لكم نيكسبوزي با لي زونفون في السوشيال ميديا، سي لون دي بيغ زيرو اللي تقدر ديرو في حياتكم بالنسبه للناس اللي معروفين في السوشيال ميديا. راه البنادم اللي متابعين للاسف الاغلبيه ليبوش و كاين بزاف ديال لي زاباش، وبنادم باغي غير يتشفى والمكابيت يتوحشوا ولادك. علاش كتحطوا الدراري وعاد حاطه مشكل ديال لابيل فامي؟ نو وعاد انا كنشم واحد 50% يبرد عليها راسها وترجع مع الراجل، حيت داكشي اللي صبرات عليه 10 سنين تقدر تعاود تصبر عليه ثاني 10 سنين اخرى. ونقطه اخرى، ملي كتقول انا غنسمح في ولادي، ربهم هذاك واش والدهم تيب وحدك؟ علاش عندكم هاد الكلمات السامة المدمرة في هاد المجتمع ديالنا؟ انا غنسمح في ولادي، وشكون قلعهم لك؟ هما بيتين في دارهم في دار باهم، كاين جداهم مقابلهم، خليهم يتكلفوا بداكشي الصعيب والديواجي وسيرو جيب ويفيقوا الصباح تفيق هي معاهم جداهم مع 6 الصباح وتوجد وتصيفط لك وراه دمها هذاك. وسيري انت يا اختي عيشي شويه الحياه وتصنطي عظامك من لو ستريس اللي كتعيشي ومن الضغوطات اللي دوزتي هاد 10 سنين، وديري لا تيرابي وفهمي بان وي شاك سون اكسبيريونس شاكون سون اكسبيريونس دو في، هادشي كيكتاب كيوقع. وجبي ولادك ميركودي من ليكول وديهم فرحي بهم في لي سونتر دو لوازير، والسبت والحد هما مدوزين معاك الويكاند، خليهم يتحملوا شي لاخر، راه ولاد وراه ماشي ولادك بوحدك، راه ما جيبهمش معاك من داركم النهار الاول. الكلمه ديال نسمح في ولادي، تسمحي فيهم خليهم الخيريه، رباهم وجداهم شيلو. واللي غادي يقول لك مسكينه غتفرق ولادها وداك الشيء، راه ملي ما كتكونش الراحه في العلاقه الزوجيه، ملي ما كيكونش الاحترام، انت ما كتعيشيش مزيان، ما كيكونش عندك القلب على راسك، دونك ما عايشاش مرتاحه، وبالتالي ولادك ما غاديش يكونوا مرتاحين. راه سي ان فواي كي توكسيك، دونك سوا كتهزي وليداتك وكتكلفي بهم كوم يل سو دوا، ولا الا باهم عنده الخير وعنده الفلوس كيجلسوا في دارهم كيجلسوا مع باهم، وانت تو برون لي بون شوز، كتاخدي لا بون بارتي ديال هاد لا سيتواسيون. يا
يتاخدي اون سيمين سور دو، يتاخدي ميركودي سامدي ديمونش، يا ميركودي ديمونش، راه سو ني با كاتاستروفيك. سكي كاتاستروفيك هي 10 سنين وانت جالسه قابله على ديك لا سيتوياسيون. لا ولكن الواعره هي العناوين ديال الصفحات في الموضوع ديال ايمان. كاتبين مسكينه بقات فيا غتطلق، وهاد اللي كيكتبوا التعاليق البليدات ولا البليدين ما تعرفوا حتى ديروا جمل مفيده، كنكتبوا مبروك عليها واخيرا غتطلق واخيرا غتفك من ديك الشوهه وديك الحاله اللي كانت عايشه مع ديك لابيل فامي. لا كاتاستروف هو داكشي اللي كانت فيه. مبروك عليك ضرباتك الفيقه وخديتي لا بون ديسيزيون. علاش رديتوها فيلم مبكي وهي عليها ضغوطات وعليها لو ستريس وحنا اللي علينا ايه برافو انفان tu as pris la bonne décision انفان غتبعي واحد الطريق اللي هي لوجيك، حيت سي ايلوجيك ايراسيونيل انك دوزي 10 سنين ديال داكشي اللي عاودتي. ما امتى حنايا غنوصلوا لواحد النهار ان ملي كتكوني مدوزه واحد المده خايبه مع لا بيل فامي مع طون اكس ماري، انك اوليو دو بلوري كتنوضي تقادي وتصاوبي. شوفي كون طاحت عليك شي صاعقه، شي حاجه جديده، شي صدمه ما كنتيش عارفاها، اكتشفتي شي حاجه ما فراسكش، كندير لك شي فيلم هندي وطيقتيه وعاد تصدمتي واحد الصباح ما كنتش كاع غندير هاد السطوريات. ولكن انت راه 10 سنين ديال الحرب، راه خاصك تكوني جالسه مبنده والناس ما عليهمش. نعاود نقول لك حيت حاطه ولادك في السوشيال ميديا الناس ما عندهمش لاشي يعرفوا اش واقع مع لابيل فامي. قعدتي ما تانونسي والو، انا براسي كان كيسحب ليا ما عندكش لابيل فامي، حيت داك لو كونتوني اللي كديري ما يمكنش تكون لابيل فامي مغربيه، خاصهم يكونوا في السويد ما كيفهموش الدارجه وما كيعرفوا حتى حد اللي يقدر يترجم لهم داكشي اللي كنتي كتقولي. لو كونتوني باش كنتي كتهضري ولي سوجي اللي كتهضري فيهم كي غوسومبل اوسي ان بو ا ميزيدي ديال وحده مطلقه ولا كاع مجوجه، ولكن الراجل سويدي ولا مغربي ومقطوع من شجره. جو سوي شوكي. دابا العدوزه مات لها الراجل، اويلي دابا تفرغات لك غتخرجها منك لايف بلايف. ها هي الخطه نمبر 1. جا الراجل اش قال لك؟ انا غادي نجيب امي، ما يمكنش ليا نتوما بجوج. ماشي واحد الراجل حقاني قال حقه انا امي غندوز معاه واحد 2 3 زور بار جوغ ولا 4 اور بار جوغ، وغندخل بالليل ا 8 اور عند مراتي ووليداتي باش يكون واحد ليكيليبر. نو ما عاودهاش. اجيتي بعدا انت الاولى حيد مستر وبيان سور عارفينك بانك ما تقديش على لو ريتم دو في ديال الولاد، عارفين الولاد بغيت يتكلفوا بهم ويتكلفوا بهم اونكور اون فوا. علاش داكشي كله عادي؟ قابلي صحتك واراك لي كولاب واراك لو لوك واراك الزين واراك لو سبور وندوز دو بون مومون دو كاليتي مع ولادي، لا كاليتي دو في مع ولادك. تو هاد لا شونس انك تو بو باسي دو مومون دو كاليتي افيك او اي لا في كونتينيو. ولكن تدفل عليك وداك الشيء كامل اللي قلتي هو اللي ما قلتيش علم الله اش فيه، وبقيتي معاهم بوندون توت سي زاني ومالكي؟ ما وعلاش؟ وبقاو نولدو حنا وشادين الضد، والله اللي خليتو ليهم غندير بلاصتي. ها لا فان شوفو، هادي سي اون لوسون ليكم كاملين. الا عندك الحرب مع العدوزه ولا بيل فامي، لا تفرخي، لا تحاولي ديري زعما العائله والراجل ما مشدودش لك في يدك. غيدور واحد النهار غادي يمشي لعائلته هما الاولين. صافي كونوا قادين بها وعارفي بانك واحد النهار توي اوكي بوغ سا، ما غتصدمي ما والو. لا في كونتينيو. دوزنا واحد السنين الله يعاون الله يعاون بسلامه، ولا كتفرقي الجره من الاول مع ديك الدفله الاولى اللي هبطات لك معاك مع وجهك وعلى الله فين جاتك الدفله. سالينا نمشي ندير لي بنوز، نمشي ندير ريكي، نمشي ندير اليوغا، نتسامح مع الظروف ومع الاختيارات الكارثيه، حيت نرجعو حنا اللي كنديرو هادشي لراسنا. تا راجل ما كيجي وكيدير لك سلسله في يدك ويقول لك تزوجي بيا بزز، قبلي عليا بزز. حنا العيالات في هذا المجتمع اللي كنديروا اختيارات وكنماطلوا في الاغلاط. اما العام الاول بان لك داك الفيلم ما هواش، دابا انا كنهضر على البنات اللي جايين مع الدوره، اما اللي فات فات بان لك داكشي ما هواش. اش جلسك؟ الخوف تو سامبلومون. ناري غنطلق، ناري ماما وبابا، الجيران، صحباتي غيتشفاو فيا، مي كوزين. اكوتي تسا ضربي 10 سنين من عمرك ديال القهره وديال لابريسيون ديال قله الاحترام والدفال والسبان والمعيور والخيانه، وزيدي طوري داك السيستيم. بوحدنا حنا لي فام بوحدنا كنديرو هاد المشاكل، ما كاين حتى شي راجل
كيدير كولا سبيسيال وكيلصق الحموم على لحمك. القانون عطاك الحق تلقي راسك، الدين عطاك الحق تلقي راسك، وانتوما واحلين مع ليغو. والله لا خليته ولا والله ما نخليه، كنبغيه. كتبغي بعدا راسك انت الاولى، اللي كتبغي راسها ما كتقبلش على هادشي اللي قلت لكم. اللي عزيز عليها راسها وكتحترم راسها، كتعرفي شنو هو كلمه الحب، كتحبي نفسك افون تو. والحب افيك لوتر ما فيهش قله الاحترام، وما فيهش الدفل، ما فيهش السبان، وما فيهش دوك الضغوطات لديك الدرجه حتى كيولي لوسك دافل عليك، ولا يولي الراجل معايرك، ولا العدوزه دايره لك المشاكل، حتى ولا الراجل يقول لك اختي انا محسن ليا. نو نو، هذا ماشي الحب، وهذا ماشي الزواج، هذا سميتو التخربيق. الحب والزواج الموده والرحمه والاحترام والتقدير، حنا اللي كنديروها بيدينا، حنا اللي ما عندنا نفس. المراه المغربيه ما عندها نفس، تا كتضربي 10 سنين 20 عام عاد كتطلع معاك، كتبقاو في لوديني لوديني، وشادين الضد مع راسك ومع المجتمع. والله لا درت لا غادي يضحكوا عليا، نصبر قالك نشد راجلي، راه ما غتشدي والو، اما الدبر كيبان لك غتشدي على البرد. الله يهديكم على راسكم. قبيله الدريه عندها 23 عام ريفيه، اختنا في الحسيمه باغا نتزوج، شنو راجل عنده 46 عام في كازا وقال لها نديروا العقد في كازا. نتوما مالكم كديروا هادشي مالكم؟ والله العظيم الا اكبر مشكل في لا سوسيتي هما حنا العيال، حنا اللي كنديروا دي موفي شوا وكنبقاو جالسين هكاك. راه جالسه كتمخمخي في ان شوا ديغولاس، وانت راك مضروره من النهار الاول مضروره، ولكن لا، خاصني نبان في المجتمع صباره. ما كنصبروش على داكشي اللي قلت لكم، كنصبروا على الراجل اللي راجل، كنصبروا على ريوسنا، نصبر انا على راسي، ندير المجهود. واللي تفيق مع 6 الصباح وما صابرين ساكن على الحياه وعلى ريوسهم ويتقاتلوا مع الوقت، تقاتلي افيك اني تخوي مالي ما في يدكش. راجل بحال هكاك ما في يدكش، ما كاينش في يدك، ما سي با لا مان دون لا مان. اوني با دي فيكتيم، قسما بالله علي العظيم اوني با دي فيكتيم، اون اكسبت. وكنبقاو في لو ديني وفي السم وفي الضد مع لي زوطر بارتي ديال الفيلم، صافي حتى يشدك كونسير وتشدك الهستيريا وتشدك الفقصه، يا ما تلاحوا من فوق سميتو من فوق الجبل، يا ما تلاحوا في البحر بالحر والفقصه ديال داك الضد اللي شديتي ما صورتي منه والو، راه ما غتصوري والو من اون غولاسيون مع اون بيل فامي من النهار الاول فيها الحرب، والراجل من جهه فاميلتو ما غتصوري والو. ومالكم على هادشي؟ مالكم؟ لاش تبغوا المشاكل هادشي تندوز شحال هادي؟ داكشي اللي كنهضر لكم عليه جو بارل اون كونيسونس دو كوز، وكنزيد كنتاكد نهار على نهار من لي كونستاتاسيون ديالي. حنا اللي كنديروا هادشي، حنا عارفين عبر العصور شنو هما الرجال، لا ماجوريتي عارفينهم كيفاش دايرين. طاحت فيك شي نقيله شي موديل واو الحمد لله، للاسف افيك لو طون سا نفا با دو تو. دونك علاش حنا كنبقاو غاديين هكاك للتهلوكه؟ الو، بغيت نكمل معكم الموضوع ديال اليوم، حيت شفت صفحات كلشي كيدوي على داك الموضوع. اي واحد السيده كتقول لها في انستغرام ما تخرجيش من دارك، جلسي في دارك. الوغ اولا ماشي دارها، دارك هي اللي كيكونوا الوريقات ديالها في سميتك. بارك ما تقعدوا تكذبوا على راسكم، ما انتش في اوروبا ولا في لي زيتازوني اللي قانونيا تجلسي وهو يخرج. نو نو، حيت عندك لي مينور. المغرب حبيبه ديالي وي كاين هادشي قانونيا، كاين هادشي، جلسي في دارك ما تخرجيش من دارك، ولكن نايضه الحرب هادشي الا ما كانش ديجا كاتب المشحاله ديال الدار او قاسم على مولا خوه ودير لهم هيبه، حق راه كانوا سلفوني شي فلوس في 82 وما قدرتش نردهم لهم وكتبت لهم الدار. القانون غيقول ليه هو كري لمراتك فين تسكن، وما هوش مجبر يكري في الاخر، يكري لك ابارتمون مزيان بواحد 5000 ولا 6000 درهم وتخرجي من الدار وتجلس فيها العدوزه. وي اما دابا الحقيقه المره والواقع ما كتقدوش عليه، ما كتبغيوش تسمعوه، منطيقين مكملين من مخكم. لا ولكن القانون، لا ولكن الدين، لا ولكن الواقع والسم ديال العدوزه واللوس والراجل ماشي في يدك. والله تيلقاو ليه هاد 100 مانيير مع شي محامي مجبد
إيه تمشي دابا طاجه؟ لا لا بخاطرك غتمشي في حالك. اه شدي داكشي اللي غادي يخرج لك القانون، يلا سيري في حالك. هي توجور دي ميل مانيير دو كولي العجب للمراه ملي كتكون عليك الحرب من لابيل فامي. وانتوما ما كتبغوش تسمعوا هادشي، ها علاش كنقول لكم تشتي راه غير سكن اقتصادي وتسدي عليك بابك، ولا الصداع ولا المشاكل ولا كاع تهزي ولادك وتقول ليه ولادك سير القانون من يعطيهم لك القاضي يجي خذهم نهار الحد، وبلا صداع وبلا سم يطح عليك الناس، يتفرق عليك كونسير البزولة، يعوج لك هذا بحال هكا، يخرج لك الريوك تولي قاسه كديري غير ها. ومال مالكم مالكم على هذا الشيء؟ مالكم على الصداع؟ مالكم على المشاكل والطاقه السامه تسرح لك مع العظام؟ واي ليغو حاكم الفيلم، حاكم لازون، خرجي من الدار ها. الله والله العظيم الا كنت باغا نقولها لك شحال هادي، ولكن دابا ملي جات من عندك احسن ما درتي. انا اصلا بغيت نحل ان اوتر بروجي، وانا برك لي غير ان ستوديو، تاخذ لي ان ستوديو. اه لا خلي ماما كتجي، وماما عندها النيفو يلاه تقد. لا لا خلي معايا الدراري، انا ما غنقدرش. تبارك الله جدا ما تعرف لهم حسين مني، وصلا عندك كبراتكم نتوما. لا لا انا ماشي مشكل، غناخذهم السبت والحد ان ويكاند سور دو افيك ان غون سوغيغ. والبنات باركين دايرين فيلم في الكونتوني دارك. هادو هما اللي عمرهم ما حطوا رجلهم شي محكمه، ولا دافعين دايرين شي طلاق اتفاقي ما عرفوش الواقع ديال محكمه الاسره. العائلات اللي مدوزين 30 عام وحيت ما بقاوش عندها لي مينور يخرجوا لها المتعه والنفقه على هذوك السنين ديال الزواج، جمع حوايجك ودقي، ما عندكش لي مينور. هادشي جاري به العمل، لا يخليها في دارها. شكون قالها لك؟ عرفتي شحال ديال القوالب كيلقاو وشحال ديال الطرق كيلقاو باش كيخرجوا العيالات عندهم 60 عام بوالو مشراوتك. وكاينه الخطه الاخرى اللي داروها وجاريه بها العمل، ديال كتكون المراه جالسه في دارها ترونكيل، حتى كيتحل الباب كيدخل شي راجل كيحيد حوايجو، والمراه كتكون في لو شوك. وكملوا من راسكم شي قدر يوقع، يجر لها حوايجها يلصق فوق منها، حتى كيدخل الراجل هو البوليس مراتي كتخوني. وهذا الشيء ماشي في الافلام، هذا الشيء واقع وقع، الناس كنعرفهم، هذا الشيء جاري به العمل. وكيكون مخلص داك الخينه كيكون مخلص على شهور ديال الحبس، مخلص مزيان. مراتي خانتني وعدت تشرط عليك، واخا بغيتيني نسمح لك خرجي خرجي من الدار، سمحي في الدراري، اعطيني ذهبك. والعيالات في هذيك لا سيتوياسيون كتعطي كلشي، غير ما تدخلش للحبس وما تشوش وير ما دايره والو. عرفتوا شحال ديال الظلم كاين اونفير لي فام؟ ايه كاينين شي رجال مظلومين، ولكن في قليله، الاغلبيه سي الظلم اونفير لا فام، سي الخطط والقوالب باش ما كتصوري من والو، وهو كيكمل حياته بخير وعادي ويعاود عاوتاني من الاول. فالله يكون معاها والله يدير لها تاوي ديال الخير. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.